قبل ما اقدم السيده اللي كسبت معانا رحله العمره، كان في فيديو لمصري شال سيده مسنه في الحرم على ظهره ومشي بيها. ده التراحم، ده الحب، ده الاسلام. دي صورتنا النهارده اللي بنقدمها، ونقول لكل الحجاج الف الف مبروك. نتمنى الحجيج لما يرجعوا كل واحد يبقى هو نور في الشارع بتاعه، يكون مصدر للخير للسعاده. الحج مش عشان اللقب وجبت السبحه ولا لا، لا، الحج رحله تغيير ممكن تعملها من هنا، من يوم عرفات، تقلع عن كل سيئات الحاجات الوحشه اللي عندك بما فيها التدخين. ممكن حياتنا تتغير بلحظه صدق مع النفس. هنشوف الفيديو السريع ده ونكمل معاكم فقراتنا الجميله اللي بنقدمها في هذه الليالي الحلوه المنوره، ليالي شهر ذي الحجه، لندعو الله بلدنا تبقى كلها خير وامان وسعاده. نشوف لقطه المصري الجدع الشاه وهو ده. الصورة الجميلة دي بمناسبة عرفات، يا ريت كل واحد بعيد عن والدته وعن والده اللي في دور المسنين. شيء مخزي ان الابن والبنت ما تروحش تزور امها او يزور والده اللي بقاله فترة ما شافوش. ده الخير، ولا ينفع تقولي صلاة بقى ولا صوم والدك والدتك في دار مسنين او في مستشفى او انت سايبهم وعايش حياتك. الود والرحمة.